بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة السكند بريب، النهاردة إن شاء الله هناخد بارت 2 من ليسون 2 اللي هو كان بيتكلم عن الراشنال نمبرز. طيب الجزئية دي إن شاء الله أنا هاخدها بحل المسائل بتاعتها من كتاب المعاصر من اكسرسايز 2 عشان ما نرجع لهاش تاني في الاكسرسايز. واحنا بنحل الاكسرسايز وانا قسمت الليسون على جزئيات، كل جزئيه هاخدها لوحدها فيديو لوحدها علشان ما يحصلش لبس عندكم. الدرس سهل جدا، مع انه سهل الا ان في طلبه كتير جدا بتتلخبط في حل المسائل بتاعته. فكل نوعيه مسائل هنزل لها فيديو لوحديها بالشرح بتاعها بحل المسائل اللي هي الموجوده في كتاب المعاصر. طيب ده من اكسرسايز 2 في كتاب المعاصر Number 3. Problem number 3. تمام؟ بيقول لي find two consecutive integers for each of the following numbers to be included between them. طيب أول حاجة لازم نفهم رأس السؤال عايز إيه. بيقول لي find two consecutive integers، يعني إيه consecutive integers؟ يعني two numbers يبقوا integer جايين ورا بعض. إحنا عارفين طبعا الـ integers number اللي هي عبارة عن إيه؟ اللي هي كانت عبارة عن Z positive union zero union الزد نيجاتيف. طيب تعالوا نحطها في ست كده، الزيرو في الميدل وعندي هنا النمبر اللي هي البوستيف اللي هي الوان والتو والثري والفور and so on. تمام؟ طيب ومن هنا كده النمبرز اللي هي النيجاتيف نمبر اللي هي نيجاتيف ون نيجاتيف تو نيجاتيف ثري and so on. طيب دول اللي هم الانتجرز نمبر. تمام كده؟ طيب يعني ايه تو كونسيكتيف انتجرز؟ يعني تو نمبرز جايين ايه؟ جايين ورا بعض، بيجروا ورا بعض. إيه زي نيجاتيف 1 نيجاتيف 2، زي الزيرو وال1 الزيرو ونيجاتيف 1، زي الثري وال4، زي ال11 وال12، زي نيجاتيف 20 ونيجاتيف 21. تمام كده؟ طيب احنا عارفين ان اي الراشنال نمبر بيبقى موجود between two rational number. اي rational number في الدنيا بيكون موجود between two rational number. طيب هو بيقول لي هنا root ال 5 number 1، بيقول لي root ال 5، عايز root ال 5 ده بيقول لي ان هو between two numbers two integer two integers. تمام كده؟ انا عايز التو انتجرز دول، هجيبهم ازاي؟ طيب هنشوف الخطوات بتاعتنا هتكون عاملة ازاي. اول حاجة انا بنزل root ال 5 ده. تمام كده؟ هجيب نمبر قبله. يعني ايه نمبر قبله؟ يعني نمبر اصغر منه مباشرة. تمام؟ نمبر اصغر منه مباشرة اقدر اخد له السكوير روت. يبقى النمبر اللي اصغر من الفايف هاخد الفايف دي واجيب النمبر اللي قبلها على طول اللي اقدر اخد له السكوير روت. طيب انا بيفور فايف عندي ايه؟ عندي الفور. الفور اقدر اخد لها سكوير روت؟ اه الفور ليها سكوير روت. يبقى هكتب كده السكوير روت للايه؟ للفور. تمام كده؟ وبعديها على طول هجيب النمبر الاكبر منها على طول مباشره. افتر الفايف النمبر الاكبر منها اللي اقدر اخد له ايه؟ اللي اقدر اخد له السكوير روت. طيب افتر الفايف 6، هل السكس ليها سكوير روت؟ لا طبعا، السكس نوت بيرفكت سكوير. السفن نوت بيرفكت سكوير. الايت نوت بيرفكت سكوير لكنها بيرفكت كيوب. الناين اه الناين اقدر اخد لها السكوير روت. يبقى السكوير روت للايه؟ للناين. تمام؟ هنزل روت الفايف هتبقى greater than ايه؟ root ال 4 ب 2. تمام؟ root ال 9 بكام؟ ب 3. يبقى اذا root ال 5 between ال 2 and 3. يبقى 2 consecutive integer اللي هم ال 2 وال 3. يبقى root ال 5 between ال 2 وال 3. يبقى كل اللي انا عملته بجيب number قبل النمبر ده. يعني ايه قبله؟ يعني الاصغر منه. تمام؟ الاصغر منه على طول اللي اقدر اخد له سكوير روت. ممكن اجيب النمبر الاولاني، وطالما جبت النمبر الاولاني خلاص انا ممكن ما اجيبش النمبر التاني. النمبر الاولاني ب 2 يبقى اللي بعديه على طول ازود عليه 1 يبقى ب 3. خلاص كده؟ طيب تعالوا نشوف نمبر 2 روت ال 12. نفس القصه برضو، هنزل روت ال 12 كده. تمام؟ جريتر زين وسمولر زين. هجيب نمبر قبل ال 12، نمبر قبل ال 12 اقدر اخد له السكوير روت. طيب ايه اللي هو قبل ال 12؟ يعني اصغر من ال 12. ال 11، هل ال 11 اقدر اخد لها سكوير روت؟ لا. هل ال 10 اقدر اخد لها سكوير روت؟ لا. هل ال 9 هقدر اخد لها سكوير روت؟ اه. روت ال 9 بكام؟ روت ال 9 ب 3. يبقى هنا روت ال 9. خلاص انا عرفت. بالتالي انا عرفت النمبر اللي هنا اللي هو هيبقى روت ال 9 ب 3، يبقى ده 4، يبقى ده روت ال 16. بس برضو تعالوا نحسبها زي ما احنا ماشيين. هجيب نمبر اكبر من ال 12 يقدر اخد له روت. ال after 12 عندنا ال 13، ال 13 not perfect square.
14 مو بيرفكت سكوير، 15 مو بيرفكت سكوير، 15 مو بيرفكت سكوير، 16 ال 16 بيرفكت سكوير لان روت ال 16 بكام؟ ب 4. تمام، هنزل روت ال 12 كده زي ما هي زي الباشا، وروت ال 9 بكام؟ ب 3، وروت ال 16 ب 4. يبقى اذا الروت ال 12 بين ال 3 وال 4، يبقى ال 2 كونسيكتيف انتجرز هم ال 3 وال 4. طيب تعالوا نشوف بعد كده، هنا بيقول لي الثيرد روت لل 10، نفس القصه اللي عملته في السكوير روت هعمله في الثيرد روت. الثيرد روت لل 10 هجيب نمبر قبل ال 10 بيفور ال 10 وافتر ال 10 اقدر اخد لهم السكوير روت. طيب هنزل برضو ال 10 زي ما هي كده، الثيرد روت لل 10 وجريتر زان وسمولر زان. تمام، طيب هجيب نمبر قبل ال 10 بيفور ال 10 يعني اصغر من ال 10 اقدر اخد له الكيوب روت. طيب ايه اللي بيفور ال 10 اقدر اخد له الكيوب روت؟ هل الكيوبيك روت؟ هل ال 9 اقدر اخد لها الكيوبيك روت؟ لا، ال 9 ليها سكوير روت لكن مش ليها كيوبيك روت. هل ال 8؟ ال 8 ليها كيوب روت. الكيوب روت لل 8 ايكوال ايه؟ ايكوال 2. يبقى هنا هتبقى الكيوب روت لل 8. خلاص انا ممكن اكتفي بده، وانا كده عندي عرفت النمبر اللي هنا. انا عندي هنا الكيوب روت لل 8 اللي هو ب 2، يبقى النمبر اللي هنا ب 3. يبقى 3 لما اجي اعمل لها كيوب هتبقى بايه؟ بروت 27. بس تعالوا برضو نحسبها زي ما احنا ماشيين. طيب هجيب نمبر بعد ال 10 افتر ال 10 اقدر اجيب له كيوب روت. طيب هتاني ماشي كده، ال 11 لا، ال 12 لا، ال 13 لا، هتاني ماشي لحد ما هوصل لل 27. ال 27 ليها ايه؟ ليها كيوب روت اللي هو ب 3، هتبقى 27. تمام كده، يبقى هنزل روت ال 10 تمام greater than ال 2 وسمولر than ال 3. يبقى روت ال 10 الثيرد روت، سوري الثيرد روت لل 10 هيبقى بين ال 2 وال 3. يبقى ال 2 كونسيكتيف انتجر اللي عندي اللي هو ال 2 وال 3. تمام كده، ممكن بطريقه بسيطه برضو اروح جايه حاطه قدامي كده، هقول مثلا ادي ال 1 وادي ال 2 وادي ال 3 وال 4 وال 5 وال 6 وال 7 وال 8. تمام، ال 1 الكيوب روت لل 1 ب 1، الكيوب روت لل 8 ب 2، الكيوب روت لل 3 لل 27 بكام؟ ب 3، الكيوب روت لل 64 ب 4، الكيوب روت لل 125 ب 5، الكيوب روت لل 216 ب 6، الكيوب روت لل ال 343 ب 7. تمام كده، واشوف هنا انا عندي هنا روت ال 10، روت ال 10 بتوين ايه؟ بتوين ال 1 وال 8؟ لا، ده بتوين ال 8 وال 27 اللي هو لايز بتوين الايه؟ هنا كده، هيقع هنا كده. يبقى اذا روت الثيرد روت لل 10 هيبقى بتوين ال 2 وال 3. طيب تعالوا نشوف روت نيجاتيف 20، الثيرد روت لنيجاتيف 20. خلونا نركز هنا كده لان ده كده النمبر ده بالنيجاتيف. طيب هنا هجيب نمبر قبله ونمبر بعده، يعني نمبر اكبر منه ونمبر اصغر منه، اقدر اخد له الثيرد روت او الكيوبيك روت. طيب هنا لما اجيب النمبر اللي قبله، اللي قبل النيجاتيف نمبر، هيبقى هو الكبير. تمام، يعني مثلا انا لما اجيب النمبر اللي بيفور ال 20 النيجاتيف 20 هيبقى هو الكبير. احنا عارفين ان نيجاتيف 1 اكبر من نيجاتيف مثلا 3، نيجاتيف 3 دي اكبر من نيجاتيف 4، نيجاتيف 1 اكبر من جريتر زان نيجاتيف 2. كل ما النمبر كبر في النيجاتيف بقت قيمته صغيره. تمام كده، يبقى انا هنا بعمل العكس في النيجاتيف نمبرز مع النيجاتيف نمبرز. لما اجي اجيب النمبر اللي قبله هيبقى هو الكبير، يعني النمبر اللي اصغر منه هيبقى هو الكبير. تمام كده، طيب تعالوا نجيب الاول، هننزل كده ادي الثيرد روت للنيجاتيف 20 تمام، جريتر زان وسمولر زان. تمام كده، هجيب النمبر اللي قبل النيجاتيف 20 اقدر اخد له الثيرد روت. النمبر اللي قبل النيجاتيف 20 اقدر اخد له الثيرد روت، عندنا ماشيين كده نيجاتيف 19 مالهاش ثيرد روت، نيجاتيف 18 مالهاش، نيجاتيف 17 مالهاش، نيجاتيف 15 مالهاش، نيجاتيف نيجاتيف 14 مالهاش، نيجاتيف 13 لا،
نيجاتيف 11 لا، نيجاتيف 10 لا، نيجاتيف 9 مالهاش ثيرد روت، لكن ليها نيجاتيف مالهاش ثيرد روت ماشي. نيجاتيف 8 ليها ثيرد روت، النيجاتيف 8 لما اجي اخد لها الثيرد روت هي ايكوال نيجاتيف 2. يبقى هنا هكتب نيجاتيف 8 ولا هكتبها هنا؟ ها النيجاتيف 8 دي سمولر ذان ولا جريتر ذان نيجاتيف 2؟ احنا قلنا النمبر كل ما صغر في النيجاتيف كل ما كبر، يبقى نيجاتيف 2 دي هكتبها هنا، نيجاتيف 8 الثيرد روت لنيجاتيف 8 هكتبها هنا تمام كده، لان هي اقل من نيجاتيف ايه، نيجاتيف 2. انا عندي النمبر كل ما صغر في النيجاتيف كل ما بقى اكبر تمام كده. طيب هجيب نمبر بقى افتر النيجاتيف 20 اقدر اخد له الثيرد روت، طيب اللي هو هيبقى نيجاتيف 27 تمام كده، يبقى الثيرد روت لنيجاتيف 27. طيب يبقى هنزل الثيرد روت لنيجاتيف 20 هيبقى جريتر ذان نيجاتيف 27، لما اجي اخد لها الثيرد روت هيبقى بنيجاتيف 3، والثيرد روت لنيجاتيف 8 اللي هو بنيجاتيف 2 تمام كده. يبقى الثيرد روت لنيجاتيف 20 هيبقى بتوين نيجاتيف 3 ونيجاتيف 2 تمام كده، ونعرف ان نيجاتيف 2 جريتر ذان نيجاتيف 3. يا ريت ناخد بالنا من الحته دي عشان ما نتلخبطش فيها. طيب ممكن بالطريقه اللي احنا ماشيين فيها هنكتب كده، ادي ال1 وال2 وال3 وال4 وال5 ماشي، ادي ال1 الثيرد روت لل1، وادي الثيرد روت لل8 ايكوال 2، وادي الثيرد روت لل27 ايكوال 3، خليها بقى بالنيجاتيف تمام، نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف، وادي الثيرد روت لنيجاتيف 4 بنيجاتيف 64. طيب انا عندي نيجاتيف 20، نيجاتيف 20 بتوين مين هنا؟ نيجاتيف 20 هيبقى بتوين هنا كده في المنطقه دي كده، بتوين الثيرد روت لنيجاتيف 8 والثيرد روت لنيجاتيف 27 اللي هو بتوين ال2 ونيجاتيف 3، بتوين نيجاتيف 2 ونيجاتيف 3. ممكن اخلي كده الحاجات دي قدامي كده واحل عن طريقها مش عيب خالص. احنا طبعا حافظين النمبرز دي بالكيوب بتاعها، فهتبقى تسهل علينا في النمبرز الكبيره، لان هيجيني هيقابلني نمبرز ايه، نمبرز كبيره. طيب نمبر 4 في الاكسرسايز 2 بيقول لي اف الاكس از ان انتجر، لو الاكس دي انتجر احنا عرفنا ان الانتجر اللي هي عباره عن الزات بوزيتيف تمام يونيون الزيرو يونيون الزات نيجاتيف تمام كده. طيب فايند ذا فاليو اوف اكس ان ايتش اوف ذا فولوينج كيسز، طيب هو عايز هنا الفاليو بتاعه الاكس. طيب تعالوا كده بيقول لي ان روت ال2 بتوين الاكس اند الاكس بلس ال1، او روت ال2 جريتر ذان الاكس وسمولر ذان الاكس بلس ال1، هو عايز الفاليو بتاعت الاكس. نفس القصه اللي احنا عملناها فوق هنعملها هنا، هنزل روت ال2 زي ما هو كده تمام، وهجيب النمبر اللي قبله اللي اقدر اخد له روت. ايه النمبر اللي بيفور او اللي اصغر من ال2 اللي اقدر اخد له الروت؟ النمبر اللي اصغر من ال2 اللي هو ال1 اللي اقدر اخد له ايه؟ السكوير روت تمام كده، اللي هو ب1. خلاص كده يبقى خلاص انا جبت الطرف الثاني اللي هو الاكس بلس ال1 هيبقى ب2 تمام كده، هتبقى دي بروت ال1 بلس ال1. طيب هنزل كده روت ال2 وهنا روت ال1 ب1 تمام كده، وروت ال1 ب1 بلس 1 هيبقى ب2. يبقى اذا the value of x هي ايكوال معايا 1 تمام فهمناها. يبقى برضو نفس القصه بنعمل ايه، بنجيب نمبر بيفور ال2 اصغر من ال2 اقدر اخد له السكوير روت. طب لو هي كيوبيك روت هجيب نمبر قبل ال2 اقدر اخد له الكيوبيك روت تمام كده. خلاص انا جبت هنا الاكس هجيب بعديها الاكس بلس ال1 هتبقى سهله جدا هعوض عادي. طيب هنشوف اللي بعد كده، هنا بيقول لي روت الاتي جريتر ذان الاكس وسمولر ذان الاكس بلس ال1. طيب هنا روت ال80 ده نمبر كبير، عشان اقعد بقى اجيب النمبر اللي قبله اللي ليه روت اقدر اخد له روت، فهتبقى العمليه طويله بالنسبه لي ورخمه شويه، فانا بروح جايه عامله كده ال1 وال2 وال3 وال4 وال5 6 7 8 9 تمام. ادي هنا ال1 وادي هنا ال4 وهنا ال9 وهنا 16 25 تمام 36
والناين هنا بكام؟ بايتي وان. تمام كده. هشوف روت الايتي، روت الايتي هلاقيه بتوين روت السكستي فور والايتي وان. روت الايتي هلاقيه بتوين روت السكستي فور والايتي وان، اللي هم اصلهم بكام؟ ها روت السكستي فور بايت وروت الايتي وان بناين. يبقى هتبقى هنا روت الايتي هيبقى بفور السكستي فور، روت السكستي فور اللي هو بكام؟ اللي هو بايت. تمام كده. وال8 بلس 1 هتدينا كام؟ هتدينا 9 او روت ال81. تمام كده، هي هي. طيب يبقى هقول كده، هنزل روت ال80 زي ما هو، وادي جبنا نمبر بيفور ال80 اقدر اخد له السكوير روت اللي هو 64. روت ال64 ممكن اكتب روت ال64 بلس ال1، وممكن اجيب النمبر اللي بعديها اللي اقدر اخد له السكوير روت عادي جدا، هي هيها اللي هو روت ال81. تمام كده. هتبقى ادي روت ال80 هيكون بكام؟ هيكون ب هنا ب8 تمام، وهنا ب9 تمام كده. يبقى زين ذا فاليو اوف اكس هي ايكوال 8. قيمة الاكس عندي هنا بكام؟ ب8. تمام كده. يعني عادي جدا لو كتبت الروت اللي بعديها النمبر اللي بعديها اللي اقدر اخد له روت، او ممكن اكتب قيمة الاكس ذا فاليو اوف اكس بلس ال1، هي هي هتديني نفس النمبر. طيب تعالوا نشوف اللي بعد كده. هنا بيقول لي الثيرد روت لل5 جريتر ذان الاكس وسمولر ذان الاكس بلس ال1. كل اللي هعمله هنزل الثيرد روت لل5 greater than و smaller than. طيب اتفقنا هجيب نمبر قبل الفايف اقدر اخد له ايه؟ الثيرد روت. طيب اللي قبل الفايف او اللي اصغر من الفايف الفور، هل الفور ليها ثيرد روت؟ لا، لكن ليها سكوير روت. طيب الثري ليها ثيرد روت؟ لا. التو ليها ثيرد روت؟ لا. الوان ليها ثيرد روت؟ ايوه الوان ليها ثيرد روت. يبقى الثيرد روت للايه؟ للوان. تمام كده. هتبقى هنا الثيرد روت للوان بلس 1، او ممكن اجيب النمبر اللي بعديها اللي ليه اللي اقدر اخد له الثيرد روت اللي هو هيبقى ايه بقى؟ افتر 5 ال 6 ليها؟ لا. ال 7 ليها؟ لا. ال 8 ليها؟ اللي هو الثيرد روت للايه؟ لل 8. تمام كده. طيب هنا هنزل زي ما هي الثيرد روت لل 5 هتبقى جريتر ذان الثيرد روت لل 1 بكام؟ ب 1. طيب وهنا الثيرد روت لل 1 ب 1 بلس ال 1 2، او الثيرد روت لل 8 ب 2 على طول. تمام كده. يبقى زين ذا فاليو اوف اكس هي ايكوال كام؟ هي ايكوال 1. يا رب نكون فهمنا. يبقى كل اللي احنا بنعمله بناخد النمبر اللي تحت الايه؟ اللي اندر الايه؟ اللي اندر روت، سواء كان سكوير روت او كيوبيك روت. لو هو سكوير روت هجيب النمبر اللي قبله على طول اللي هو اصغر منه على طول اللي تحت منه اللي اقدر اجيب له السكوير روت او الثيرد روت. وجبت النمبر هزود عليه 1، او هجيب النمبر اللي بعده اللي اقدر اخد له السكوير روت او الكيوبيك روت. نفس القصه واحده خلاص. تمام كده. طيب هنا بيقول لي الثيرد روت لل50 جريتر ذان الاكس وسمولر ذان الاكس بلس ال1. طيب ال50 ده نمبر كبير، بس برضو ايه نقدر نتعامل معاه عادي جدا. هنزله زي ما هو كده الثيرد روت لل50 جريتر ذان وسمولر ذان. طيب هجيب النمبر اللي اصغر من ال50 على طول واللي قبل ال50 اللي اقدر اخد له الكيوبيك روت. طيب ايه هو النمبر اللي قبل ال50 اللي اقدر اخد له الكيوبيك روت؟ تعالوا نشوف كده. مش هقعد اعد بقى ال 29 ال 49 ال 48 كده، هتعب بصراحه. طيب هنا عندي وادي الثيرد روت لل 8، وادي الثيرد روت لل 27، وادي الثيرد روت لل 64، وادي الثيرد روت لل 125. دي ب 1 تمام، ودي ب 2، ودي ب 3، ودي ب 4، ودي ب 5. تمام كده. طيب هو عايز هنا الثيرد روت لل 50. طيب ال 50 بتوين هنا مين؟ هنلاقيها بتوين روت الثيرد روت لل 27 تمام، وال 64.
between ال 27 وال 64، يعني اذا هي between ال 3 وال 4، يبقى اذا الاكس ايه ب 3، يبقى النمبر اللي قبل ال 50 مباشره اللي اقدر اخد له الثيرد روت او الكيوبيك روت هو هيبقى الثيرد روت لل 27. تمام كده، يبقى النمبر اللي بيفور ال 50 اللي اقدر اخد له الثيرد روت او الكيوبيك روت هيبقى ال 27 اللي هو ب 3. تمام كده، والنمبر اللي بعديه اللي هو هيبقى ال 64، او ممكن اكتب روت ال 27 لان الاكس كده خلاص احنا عرفنا ان الاكس بكام بروت بالثيرد روت لل 27 بلس ال 1. تمام كده، او ممكن اكتب ال 64 النمبر اللي بعديها على طول. طيب هيبقى الثيرد روت لل 27 بلس ال 1. طيب هنا هنزل الثيرد روت لل 50. تمام، بتوين ايه بقى؟ بتوين الثيرد روت لل 27 اللي هو ب 3، وهنا الثيرد روت لل 27 ب 3 بلس ال 1 ايكوال 4. تمام كده، يبقى روت ال 50 الثيرد روت لل 50 بتوين ال 3 وال 4. يبقى انا عندي هنا الفاليو بتاعت الاكس، يبقى زين ذا فاليو اوف اكس هاي ايكوال معايا كام؟ هاي ايكوال 3. نمبر 5، نركز بقى في الحته دي شويه. روت النيجاتيف 100 تمام جريتر ذان الاكس وسمولر ذان الاكس بلس ال1، او بتوين الاكس والاكس بلس ال1. طيب هنا نيجاتيف نمبر، تمام كده، هنا النمبر اللي قدامي ده نيجاتيف نمبر، لما اجي اجيب النمبر اللي قبله هيبقى هو الجريتر، هو الكبير، النمبر اللي اصغر منه هو الكبير، لكن النمبر اللي اكبر منه هو الصغير. تمام كده، يعني نيجاتيف 99 دي اكبر من نيجاتيف ايه؟ من نيجاتيف 100. نيجاتيف 70 اكبر من نيجاتيف 100. نيجاتيف 1 اكبر من جريتر ذان نيجاتيف 100. طيب هجيب النمبر اللي اصغر منه، عشان اجيب النمبر اللي اصغر منه هيبقى النمبر اللي اكبر منه. تمام، اللي هو همشي لقدام نيجاتيف 100 اند 1، نيجاتيف 100 اند 2، ده النمبر اللي اصغر من نيجاتيف 100. تمام كده، طيب هنزلها زي ما هي كده، اللي هي نيجاتيف 100 جريتر ذان وسمولر ذان. تمام كده، يبقى عشان اجيب النمبر اللي اصغر منها يبقى همشي لايه؟ همشي لقدام. انا عندي النمبر لاين اهو، تمام كده، ادي هنا الزيرو وهنا البوزيتيف نمبر اللي هو ال1 وال2 وال3، وهنا نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 اند سو اون. انا طول ما انا ماشيه كده يبقى ده الصغير، ماشيه ناحيه الصغير. تمام، يبقى نيجاتيف 1 اكبر من نيجاتيف 2، نيجاتيف 2 اكبر من نيجاتيف 3، نيجاتيف 3 جريتر ذان نيجاتيف 4، نيجاتيف 4 جريتر ذان نيجاتيف نيجاتيف 5 وهكذا. تمام كده، طول ما انا ماشيه الناحيه دي كده يبقى ماشيه ناحيه الايه؟ ناحيه الصغير. يبقى نيجاتيف 100 هجيب بعدها نمبر اصغر منها، طيب هقدر اخد له السكوير روت. طيب تعالوا نشوف كده هنعملها ازاي. اول حاجه نجيب ورقه بس، انا عندي هنا النيجاتيف 100. طيب افتر نيجاتيف 100، نيجاتيف 100 اند 1، نيجاتيف 100 اند 2، نيجاتيف 100 اند 3. النيجاتيف 100 اند 1 اقدر اخد لها السكوير، على فكره دي ثيرد روت مش سكوير روت. تمام، دي ثيرد روت لنيجاتيف 100. طيب هجيب نمبر اقدر اخد له الثيرد روت. طيب تعالوا بقى نعمل بالارقام زي ما احنا كنا كاتبينها كده. هنقول مثلا هنا ادي نبدا بقى من 5 كده، من 3 و4 و5 و6 و7. تمام، هنا روت ال 27 بالنيجاتيف طبعا، نيجاتيف 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 نيجاتيف، وهنا نيجاتيف 64، وهنا الثيرد روت لنيجاتيف 125. طب خلاص كده، ها اصبحت نيجاتيف 100 دي بتوين ايه؟ نيجاتيف 64 ونيجاتيف 125. تمام كده، بتوين الثيرد روت لنيجاتيف 64 والثيرد روت لنيجاتيف 125 اللي هم اصلهم كام؟ الثيرد روت لنيجاتيف 64 اللي هي ب 4، والثيرد روت لنيجاتيف 125 اللي هي بنيجاتيف 5. يبقى النمبر ده اللي هو الثيرد روت لنيجاتيف 100 هيبقى بتوين نيجاتيف 4 ونيجاتيف 5، نيجاتيف 4 ونيجاتيف 5.
طيب هنكتب هنا الاكس هتبقى بنيجاتيف 4 ولا بنيجاتيف 5؟ لا الاكس هتبقى بنيجاتيف 5، تمام كده. يبقى هتبقى هنا، هنكتب هنا الثيرد روت لنيجاتيف 125. اتفقنا ان النمبر اللي اصغر منها هو اللي هيبقى الكبير، يعني الكبير في النمبر لكن هو قيمته اصغر منها، تمام كده. ده بالنسبه للنيجاتيف نمبر، كل ما مشينا لقدام كل ما النمبر بقى صغير، بنعكس العمليه، تمام كده. طيب وهنا هيبقى ممكن اكتب الثيرد روت لنيجاتيف 125 او الثيرد روت للايه؟ لل64. طيب هي هيها، يبقى الثيرد روت لنيجاتيف 125 بلس الايه؟ بلس ال1. يبقى هنا هنزل الثيرد روت لنيجاتيف 100، وهنا هتبقى بتوين النيجاتيف 5، تمام. وهنا الثيرد روت لنيجاتيف 125 اللي هي بنيجاتيف 5، نيجاتيف 5 بلس ال1 اللي هي بنيجاتيف 4. خلاص كده يا رب نكون فهمنا. يبقى لما يجيب لي نمبر نيجاتيف تحت الثيرد روت، اللي قبله هيبقى الاقل منه هيبقى اللي هو الاكبر، اللي هو واحنا ماشيين كده نيجاتيف 1 نيجاتيف 2، كل ما انا ماشيه لقدام كده النمبر بتاعتي بايه؟ بتصغر، تمام. طيب تعالوا نشوف اللي بعد كده. يبقى الفاليو بتاعت الاكس، سوري، الفاليو اوف اكس هتيكوال معايا نيجاتيف 5. طيب نشوف اللي بعد كده. هنا بيقول لي الابسولوت فاليو لنيجاتيف الروت ل 35، تمام كده. احنا عارفين اي حاجه داخل الابسولوت فاليو الفاليو بتاعتها بتطلع بايه؟ ببوزيتيف، تمام. يعني النيجاتيف دي هتتكنسل خلاص ولا كانها موجوده. هنزلها كده هتبقى السكوير روت ل 35، تمام كده، بتوين الاكس اند الاكس بلس ال1. طيب انا عايز الاكس، طيب هجيب نمبر بيفور ال 35 اقدر اخد له السكوير روت. طيب بيفور ال 35 هيبقى عندي 34 نوت بيرفكت سكوير، 33 نوت بيرفكت سكوير، 32 31 برضو 30 نوت بيرفكت سكوير، 29 28 نوت بيرفكت سكوير، 27 نوت بيرفكت سكوير لكنها بيرفكت كيوب، 26 نوت بيرفكت سكوير، 25 بيرفكت سكوير، تمام. يبقى هنا هتبقى روت ال 25، تمام كده. وهنزل روت ال 35. خلاص كده انا عرفت الاكس فاليو بتاعتها بكام؟ ب 5، تمام كده. وبعد كده ممكن اكتب روت ال 25 بلس ال 1، او اجيب النمبر اللي بعد ال 35 اللي اقدر اخد له السكوير روت اللي هو هيبقى بروت الايه؟ ال 36 اللي هو ب 6، تمام كده. طيب هتبقى هنا روت ال 35 بتوين روت ال 25 ب 5 وروت ال 36 اللي هو ب 6، او روت ال 5 بلس ال 1 روت ال 25 بلس ال 1 اللي هو 5 بلس 1 اللي هو which equal 6. يبقى then the value of x، الفاليو بتاعت الx هي equal كام؟ هي equal 5. يا رب نكون فهمنا. الليسون سهل جدا والجزئية دي سهلة جدا. يبقى لما يقول لي number between irrational number between two rational number، انا بجيب number، تمام، اقدر اخد له بيفور وافتر اقدر اخد له السكوير روت لو هو مديها لي بالسكوير روت. طب لو هو مديها لي بالثيرد روت هجيب برضو نمبر بيفور وافتر اقدر اخد لهم السكوير روت، تمام. مش هعرف، هكتب النمبرز كده قدامي واعمل لهم الكيوب روت بتاعتهم او السكوير روت او السكوير بتاعهم، وهشوف الروت بتاعي ده بتوين انه نمبر فيهم. دايما اي الراشنال نمبر بيكون بتوين تو راشنال نمبر. يا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومه. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.